عسلامة. عسلامة، مرحبا. عايشك لاباس؟ الحمد لله. ليش نحوالك انت؟ الحمد لله. قدم روحك للسادة المشاهدين. سليم مساوي، تعرفوني تعديت معكم برشا مرات قبل. مرحبا بك مرة أخرى. نزلت الميديا على خاطر تزوجت. تزوجت علاش؟ شرطت عليك ما عادش تهضر في الميديا؟ مش المرأة شرطت عليه، الضغط كثر عليه. صحيح. احنا ديجا اخترنا باش نحكيو على تجربة الزواج. تفضلي. تجربة الزواج قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ بيان سور بعد الزواج. شوف، الواحد قبل الزواج ما كان يفكر في حد شيء، ما عندوش هدف. في تونس تاكل وتشرب وما تخمم في شيء. ما يهمكش في الدولة، ما يهمكش في غلاء المعيشة، ما يهمكش في الكرام. تخمم شي غدوة. تخمم في شيء. تو برجليه ملي عرس الواحد ولا يخدم 24 سير 24 باش على خاطر ولا يخاف على انا جبت صغير. نخزر لبنتي ونخزر للمجتمع ونشوف الغلاء نتاع المعيشة ونشوف بلادنا كيفاش داخلة في حيط. ونشوف المستوى اللي هو الديني والفكري منحط ودنيء ونزيد نخاف اكثر. انا كنت عاز بخير، نعرف اللي انا ماخذ مراه لا تنسى، وماخذ مراه صينتني ومعليت لي في قدري، ونعرف اللي هي هذيك سنه الله في خلقه، اللي احنا نكملوا نص ديننا وناخذ مراه والمال والبنون زينه حياه الدنيا. اما المال والبنون في تونس، البنون موجود، اما المال ما عادش موجود. هذاك علاش هما ربي قال المال وبعد البنون. قال المال والبنون، اما المال منين باش تجيبه في البلاد؟ باهي، شوف سامحني لحظه، مثلا انا جاي من بلاد نعيش في من منطقه لمنطقه، مش من بلاد على خاطر كنا توانسه، كنا من تونس. كاري مثلا الاوبجيكتيف نتاع الحياه نتاعك نورمال مود، لازمك كمصروف شهري 3 ملايين، زوز ملايين، نطيح واحد. كاري تحكي على معرس ولا لا؟ معرس هذاك. مانيش معرس، حتى كي نبات في الشارع ما يهمنيش، ما يقلقنيش، اما تو الواحد عنده مسؤوليه، مراه وصغار. انت تصعب عليك، تولي ما تخممش في روحك، تولي تخمم فيك الشيء اللي عندك، فهمتني؟ الحمد لله انا مستوره ونعرف ربي عطاني العقل باش نخمم ونكزيستي به ونجيب قوتي وقوت صغار. اما انا كي جربت تجربه العرس وليت كي نخزر للمعرس نحس به. انسان ذركا مسكين، الله نقول شبيه هذاك يمشي مهموم ولا يمشي يحكي وحده، العباد ولا تحكي وحدها في تونس. العباد دخلت في حيط، ما عادش رحمه في البلاد هذي. لو تحكي لنا كيفاش جات فكرة الزواج؟ فكرة الزواج عرفت بنية، قلت نستقر، أنا عازب بلكش نكون في تونس، ما أنا عازب ما كونش ما عملت شيء، قلت الاستقرار بلكش يبدل لي حياتي، فهمت أنا وياها، عملت عرس متواضع. عرس علاقة حب ولا؟ والله علاقة حب. هي خرجتني من الديبرسيون، أنا كنت في ديبرسيون خايبة شوية كي توفى بابا. الله يرحمه. وصار لي برشا ضغط في حياتي ومن الشارع وكذا، وخرجت من دارنا وأنا صغير وبديت نخدم وأنا صغير. أكل حسيتها هي اللي بدت ترجع فيا للوعي نتاعي، انا نمشي ونحكي مع العباد صحيح ونضحك مع العباد، لكن من داخل راني شخص اخر، فهمتني؟ هي اللي رجعت فيا الروح. هي فهمت شخصيتك. فهمت شخصيتي ورجعت فيا الروح. كي رجعت فيا هي الروح قلت ليش لا نكمل نص ديني وبنت الناس واقفه معايا نزيد ناخذ. عرسنا متفاهمين جونا به الحمد لله، لكن الضغط زاد كثر تو، مش من هي من الحياه. انا ما نحبش مرتي تقول هات لحتى واحد، ما نحبش بنتي غدوة تكبر ماهيش لابسة كندادها. قلت لي في انترفيو سابق ما نحبش زوجتي تخدم. لا ماهيش تخدم وما نخدمهاش، قلت لك الحمد لله، ما جيتش نشكي معناها اللي انا ما عنديش تو. لا نحكي لك انت خاطر المرة الأخرى قلت لي ما نحبش زوجتي تخدم. لا زوجتي ما تخدم. وقت قبل ما تتزوج. اي زوجتي ما تخدمش، يعني تلقى خدمة متواضعة. اي قبل ما نتزوج مرتي ما تخدم، ولتو انا معرس وما تخدمش. كان باش تقرا على روحها مرحبا، خلص لها قرايتها وتخدم خدمة متواضعة، ما تخدمش تحت اليسوى ما يسواش، مرحبا. وماذا بها لمراتنا في وقتنا تو، لازمها تخرج، لازمها تكونتاكتي. اما عباد محترمه، انتوراج محترم. انت ما تحبش زوجتك عندها عرف مثلا؟ ما نحبش عندها عرف. على كيفاش؟ تخدم مثلا تقرا اونجليري ولا حكايه كيما هكا، تحل اتولي وحدها، تخدم خدمه. اما في تونس ماهيش باش تنجح مهما تعمل مهما تخدم. انت عديت معكم قبل في ديميل ديزناب. تعديت في فيديو حكيت احنا خدام، انا نخدم على روحي احنا كذا 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 كذا. كلمتني البي تي اس قبل بريود الكورونا بثلاثة شهور، قالت لي يجي خذ قرض. مشيت لهم اول ما او قبل ما ينخوا قرض، انا يرحم والديهم هم عطوني قرض، اما الدوله هذه مبنيه على راس كلب. تو نكمل لك لحظه كيفاش. مشيت انا عملت مطلب نتاعي، يجروني ثلاثة شهور وانا نجري، صرفت 3 ملايين. ومن بعد اش عطوني القرض؟ كريت الكراج 3 شهور، القرض اللي عطوهولي ما عطوهولوش فلوس سبيس، خذوا لي ماتريال. اي هكاك البي تي اس. معلم ماتريال يسوى 7، حسبوه لي ب 12 باش نراجع 15.
انت مثلا تاخذ لي انت تجبر علي باش تعطيني انت باش تقرضني باش انا نطلع من الغرقه اللي فيه، تجبر علي الفرنيسير نتاعك، تجبر علي تاخذ كنسل ما نعطيكش فلوس، انا هانو الماتريال مطيش في الدار، الماتريال والباتين دولت ب 400 دينار ملي كانت 200 دينار، انا تو جيت تتعاون فيا زد غرقتني زد دخلتني في حيط، انا تو معارس ما نجمش نبدا من جديد مشروع. يعني اوبليغاتوار علي باش ندور في الشارع ونبيع ونشري وكذا باش نكفي قوتي اليومي، فهمتني؟ كان باش نحبس انا باش تضيع عائله كامله في جرتي. الوالده ربي يفضلها لي لاهي بصغارها ولاهي بدارها ولاهي بامورها والشايب متوفي. انت الكبير في خواتك؟ لا عندي خويا اكبر مني اما مريض شويه ربي يشفيه، عنده عمل عمليه على الجنب نتاعه. ربي يشفيه. ربي يشفيه. معناها دولتك ماهيش معاوناتك من الاخر. حتى باش تحاول تطلع وتحاول تنتج وتحاول تعمل مشروع ولا تحاول تعمل حاجة يزيدوا يستغلوك يمصوك. سامحني انت باش نسألك سؤال، انت عطيتني قرض يسوى 7 ملايين ومخسرني 7 ملايين، معناها انت خسرتني قبل ما نبدأ المشروع خاسر 7، تحبني ننجح خاسر 7 وتحبني نخدم لك أكل 5 سنين ونرجع لك اللي كنت، معناها فايدك انت ومن بعد انا بعد 5 سنين هذا كان قاعد الماتريال يصلح ويخدم، معناها من بعد 5 سنين نخدم لك بماتريال طيب. إما الدولة نورمال ما تنظر لنا، حكاية القروض هذه والبنوك هذه نورمال يدرسوها اللي نورمال ما ينظروا لها، شبابكم ضاع، شباب تونس خلفي حيط، شباب راه ما يكرهش تونس، راه يكره العباد اللي في تونس، شبابكم راه مش على روح، نورمال ما تستثمروه، نورمال ما تطلعوه، نورمال ما تأطروه، نورمال ما تطلعوه من الشيء اللي فيه، شباب ذكية راه وقت. معناها تجربة الزواج صعيبة اليوم في تجربة تونس. الزواج تخليك تفكر في الواقع نتاعك أكثر من لازم، تجربة الزواج تكون ناسي حاجات وتكون أنت باش تضغط ولا حاجة تمشي تعمل حاجة في راسك قبل الزواج، تو عندك مرأة وصغير تقدر زايد الصغير مرأة وصغير لازمك تقدرهم ولازم تنظر لهم كل حاجة اللي باش تعملها، تولي أنت ديما فايق، تولي ديما مخك يخدم، ملي نفيقوا من 6 نتاع الصباح للي ترقد مخي يخدم مخك. أنا يعني كنت نوزن 84 وليت نوزن 54 من التخمام والستريس، مش ما عنديش عندي، أما خامة في مستقبلي، أما دام ما ثمش مستقبل في البلاد هذي، باهي وربي يصلح حالها، وقيس سعيد رئيس الجمهورية الجديد هذي، ربي إن شاء الله ربي ينصره، كان ناوي الخير للبلاد ربي يوصله، كان ناوي الشر للبلاد ربي بعده علينا وكاهو. بعد من خلال تجربتك هذي متاع الزواج، تنصح شباب بالزواج ولا؟ العرس راهو نعمة، والعرس راهو باهي. والعرس راه مش خايب كما يعتقدوا البعض، كي تلقى بنت الحلال تصونك وتقدرك وتلقى الطفل اللي تصبر معك على المحنه نتاعك وتساندك، راك تنجم تخرج من المحنه اللي انت فيها. نحن تو نخمم باش نخرجوا من البلاد، انا واحد من الناس نخمم نخرج من تونس بمرتي وصغير. باهي وين ماشي؟ نمشي حتى للسنغال، تونس لا والله تعبنا فيه، طرهنا فيه، مرهون، انا قدامك وقف قدامك مرهون، ماشي بالهم العباد تشوف فيا في التيك توك العباد. انا راه ما عنديش كونت تيك توك على فكره، ما عنديش باج في الفيسبوك، لعبت تخدم فيديوهاتي يشوفوني البر يقولوا هذا متهني لاباس بيها وعنده تيك توك عنده كذا، لا عندي لا تيك توك لا شيء، حتى انتم ما نعرفكمش، راه نجيكم مره في الفيل نحكي معاكم كلمتين من قلبي ونتعدى، راه مانيش قاعد نصنع في محتوى ولا قاعد نعمل في حاجه باش الناس تعرفني، ما نحب يعرفني حد، انا نوصل في مساجات باش الدوله هذه تنظر لنا باش احنا نعيشوا في وعي، على خاطر نحنا رانا نعيشوا كحاشا كل الحيوانات، ناكلوا ونرقدوا وحاشا البعض، فهمت اختي ولا لا؟ وربي يهدي وكاهو. عايشك نخلي لك الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة إن شاء الله ربي يلطف بينا. آمين يا رب. إن شاء الله ربي يهدي القلوب على بعضها، وإن شاء الله ربي يحننا على بعضنا، وإن شاء الله ربي يبعد علينا أصحاب الشر، وراء الدنيا ثانية ما تدوم لحد، وراس قدرك وراس قدرك مهما جمعنا من ثروة ومال رانا باش نمشوا ونخلوها. افعل لدنياك كانك تعيش ابدا، وافعل لاخرتك كانك تموت غدا، معناها الانسان راهو باش يعيش في طمع وجشع، راهي ما دامتش اللي قبلك ماهيش باش تدوم للي بعدك وماهيش باش تدوم لك اللي كنت، فهمتني؟ دايم الله واحد، انظر لضميرك قبل لا تنظر لجيابك كيفاش تعبيهم، وان شاء الله ربي يهدي وان شاء الله ربي يحلها في وجوهنا الناس كلها. امين.